سنة 2023 كان فيها عدة ألعاب رهيبة، ألعاب نفس سبايدر مان 2، ريزيدنت إيفل 4 ريميك، ألان ويك 2، جزء زلدا الجديد، وألعاب ثانية كثير. بس خلاص خلصنا من 2023 ونحن الآن في سنة جديدة، فخلنا نتكلم عن أفضل 10 ألعاب رح تنزل هذه السنة. في كثير ألعاب رح تنزل في 2024، بس اخترنا لكم 10 ألعاب نظن أنها رح تكون الأقوى بهذه السنة. معكم بشار كيال أو بشار كيكي من قناة جي كي تي في، وخلنا نبدأ في الفيديو. في المرتبة العاشرة من الألعاب المنتظرة في 2024 عنا لعبة مايكروسوفت فلايت سيميليتر 2024. الجزء الأول من هاللعبة نزل عام 2020 اللي هو مايكروسوفت فلايت سيميليتر، كان جدا رهيب وكان شيء جديد في عالم الألعاب ما شفناه أبدا قبل كذا. ممكن حد يقول وين الشيء الجديد؟ تتحكم بطيارات وتلف فيها. الشيء الجديد إنهم حطوا لك الكرة الأرضية كلها، حرفيا تقدر تزور أي منطقة في العالم باستعمال أي طيارة تبيها في هذه اللعبة، لدرجة إنك تقدر تطير فوق بيتك. إيه، روح شوف عنوان بيتك وين على خرائط جوجل، تقدر تطير فوق بيتك. شيء جدا رهيب واللعبة نجحت نجاح جدا كبير. ومايكروسوفت أعلنوا عن جزء جديد لهاللعبة رح ينزل هذه السنة 2024 على الاكس بوكس وعلى البي سي. صراحة ما ندري ايش هيكون شيء جديد، ايش التطور على اخر جزء، بس اكيد رح يكون افضل من الناحية التقنية، من ناحية الرسومات والجرافيكس واشياء اكثر بكثير. واي واحد عنده اكس بوكس جيم باس فرح تاخذ اللعبة بشكل مجاني على الخدمة. بس الى الان ما بنعرف متى رح تنزل اللعبة بالضبط، بس ندري انه هذه السنة، فهذه بلا شك من اقوى الالعاب اللي هتنزل. في المرتبة التاسعة، بس نتكلم عن ألعاب كرة القدم يجي في بالنا لعبة واحدة فقط واللي هي فيفا، أو اللي صار اسمها الآن FC. بس الوضع ما كان كذا دائما، من زمان كان في عدة ألعاب كرة قدم تتنافس بين بعضها. كان فيفا، كان في لعبة Pro Evolution، كان في لعبة Winning Eleven، وكل هالألعاب كان لهم شعبية كبيرة. بس مع الوقت فيفا تغلبت عليهم وصارت هي اللعبة الأشهر. بس هذا الكلام ممكن يتغير بالكامل هذه السنة، لأن رح تنزل لعبة UFL واللي هي لعبة كرة قدم كان مفروض تنزل عام 2022، أجلوها ل 2023، والآن مرة ثانية أجلوها ل 2024. شفنا عدة فيديوهات ولقطات اللعبة، صراحة شكلها جدا رهيب. اللعبة مطورة على محرك Unreal Engine 4 واللي هو محرك ألعاب جدا مشهور، تم تطوير عليه ألعاب نفس Fortnite, Borderlands, PUBG, Star Wars وألعاب ثانية كثير. فاللعبة ما هي شغل أي كلام، لا، تم تطويرها بمحرك جدا مشهور. وأقوى ضربة ممكن تأثر على فيفا أو FC هي إن اللعبة مجانية. اللعبة رح تكون free to play بالكامل، فإذا كانت من جد اللعبة كويسة رح تكون هذه ضربة مؤلمة جدا لفيفا أو FC، لأن كل الناس ودهم يلعبوا لعبة كرة قدم على البلاي ستيشن أو الإكس بوكس، بس مو الكل وده يشتري لعبة جديدة $70 كل سنة. فالآن صار في لعبة كرة قدم شكلها قوية ومجانية رح تنزل هذه السنة. في المرتبة الثامنة عنا لعبة كمان كان مفروض تنزل في 2023 بس أجلوها لهذه السنة، واللي هي لعبة سوسايد سكواد كيل ذا جاستس ليج. شفنا عدة ألعاب أبطال خارقين على مدى السنوات مثل سبايدر مان، باتمان وألعاب ثانية، بس هذه اللعبة راح تلعب بأشرار خارقين من عالم DC اللي هم سوسايد سكواد، وراح تقاتل الجاستس ليج اللي هم باتمان، سوبرمان، فلاش، الشخصيات الكويسة. أظن هذه أول مرة في ألعاب السوبر هيرو نلعب بالأشرار ضد الشخصيات الأبطال. بس مو بهذه البساطة، لا، قصة اللعبة حلوة نوعا ما. قصة اللعبة إن الجاستس ليج اللي هم الأبطال صاروا أشرار، صاروا فعلا أشرار، يعني حتى بتشوفهم بالإعلان بشكل مخيف نوعا ما. فالشخصيات المفروض تكون شريرة اللي هم سوسايد سكواد بصيروا كويسين عشان يقاتلوهم ويوقفوا شرهم. قصة جدا رهيب. ونظام اللعب رح يكون أونلاين لوتر شوتر، يعني بتلعب أنت وثلاثة من أصحابك، سكواد من 4 لاعبين، تلعبوا مع بعض لتسووا عدة مهمات وتقاتلوا عدة أشرار. لعبة من تطوير استوديو روك ستيدي، نفس اللي عمل ألعاب باتمان أركام الرهيبة. فنتأمل اللعبة هذه تكون بنفس مستوى ألعاب باتمان، ونتمنى التأجيلات اللي قاعدة تصير تكون لمصلحة اللعبة. واللعبة المفروض تنزل تاريخ 30/1، أي على نهاية هذا الشهر. في المرتبة السابعة عنا أحد أقوى ريميك في تاريخ ألعاب الفيديو رح تنزل هذه السنة، واللي هي لعبة Final Fantasy 7
ريبر. ألعاب فاينل فانتسي جداً مشهورة ولها شعبية جداً كبيرة، بس أحد أقوى الأجزاء في السلسلة هو الجزء السابع فاينل فانتسي 7، واللي نزل عام 1997 أي من 27 سنة تقريباً على البلاي ستيشن 1. فلأن جزء رهيب، الشركة قررت تسوي له ريميك أو ريماستر على أجهزة الجيل الجديد، ونزل أول جزء اللي هو فاينل فانتسي ريميك عام 2020، وكان جداً رهيب وكان حرفياً ريميك كامل للعبة. الآن في 2024 راح نشوف الجزء الثاني اللي هو فاينل فانتسي ريبيرث، واللي شكله جدا رهيب مثل ما شايفين. أخذوا لعبة كانت عبارة عن بيكسلات، حولوها إلى لعبة شكلها ممتاز. فلعبة فاينل فانتسي ريبيرث هي من أقوى الألعاب اللي راح تنزل هذه السنة، وراح تنزل تاريخ 29 فبراير. في المرتبة السادسة عندنا لعبة بلاك ميث ووكونغ. قبل أتكلم عن اللعبة، لما نتكلم عن الألعاب الصينية ناخذ دائما فكرة سيئة. أول ما يجي في بالك ألعاب صينية راح تفكر في ألعاب الموبايل، ألعاب الرخيصة اللي تكون فقط الهدف منها تجميع الفلوس، مو نفس الألعاب اليابانية مثلا أو الألعاب الغربية. لا، الألعاب الصينية ما في شيء قوي منها. هذا الشيء على وشك إنه يتغير مع لعبة بلاك ميث ووكونغ. هذه أول لعبة صينية شكلها جدا محترم، وشكلها راح تكون من الألعاب القوية. أول إعلان للعبة كان من 3 سنوات ب 2021، وكان شكله جدا رهيب، وشفنا جيم بلاي للعبة شكله رائع. طبعا نظام اللعب هو RPG قريب لألعاب السولز، دارك سولز، أو لعبة ألدن رينج أو سكيرو. نظام اللعب وحتى الجرافيكس والرسومات جدا قريبة لهذه الألعاب، وفي عدة فيديوهات جيم بلاي للعبة منتشرة على اليوتيوب، وجميع آراء الناس إيجابية على اللعبة. فاللعبة المفروض تنزل هذه السنة تاريخ 20/8، لسه مطولة شوي، فخلنا نشوف هل هذه اللعبة راح تكون من أحد أفضل الألعاب ولا لا. في المرتبة الخامسة عندنا لعبة Skull and Bones من يوبيسوفت. هذه اللعبة قصتها جدا غريبة، كان مفروض تكون حزمة للعبة Assassin's Creed Black Flag اللي نزلت عام 2013. بعدين الشركة غيرت رأيها وقالت لا، رح نسويها لعبة مستقلة ما لها علاقة في لعبة Assassin's Creed، ومن وقتها إلى الآن ما شفنا اللعبة، بس نظل نشوف إعلانات للعبة كل فترة وفترة، لدرجة أن بعض الناس فقدوا الأمل بأن اللعبة تنزل. قالوا خلاص أكيد الشركة لغت الموضوع، بس آخر فترة شفنا إعلانات جديدة للعبة، وصراحة شكلها جدا رهيب. وأيضا الشركة دعت بعض الأشخاص عشان يجربوا اللعبة، وكان آرائهم معظمهم إيجابية، معظمهم عجبتهم اللعبة. غير كذا نعرف أنه تكلفة اللعبة جدا عالية، دافعين عليها فوق 100 مليون دولار. وطبعا من اسم اللعبة Skull and Bones اللي هو الجمجمة والعظام، فهي لعبة قراصنة، وأظن شايفين قدامكم لعبة كانت مبنية من لعبة Assassin's Creed بلاك فلاج اللي هي كلها عن القراصنة. فهذه اللعبة أيضا أجواء قراصنة بس بعمق أكثر. وبصراحة ودنا لعبة قراصنة تكون قوية، معنى إلا اللعبة واحدة اللي هي Sea of Thieves، بعض الناس يحبها بعض الناس لا، فودنا نشوف لعبة جديدة عن أجواء القراصنة، وإن شاء الله تكون رهيبة. واللعبة المفروض تنزل الشهر القادم تاريخ 13 فبراير من هذه السنة. في المرتبة الرابعة أحد أنجح الألعاب اللي نزلت في آخر كم سنة هي ريميك لألعاب Resident Evil. سلسلة ألعاب Resident Evil جدا قوية ولها جمهور جدا كبير، بس مشكلتها انها نزلت جدا بدري على ايام البلاي ستيشن 1 و2. فالشركة سوت ريميك للاجزاء القوية القديمة نفس Resident Evil 2 و3 واخر جزء 4، وهالالعاب نجحت بشكل كبير وحققت ارباح كبيرة. ففي لعبة شافت هذا النجاح وغارت منه وقررت تقلدهم، واللي هي لعبة Alone in the Dark. لعبة Alone in the Dark هي لعبة رعب نزلت عام 2005، وكانت جدا شبيهة بستايل ألعاب Resident Evil. اللي شايفينه قدامكم هو جيم بلاي للعبة Alone in the Dark ريميك النسخة الجديدة اللي راح تنزل هذه السنة بالتحديد شهر 3. شكلها جدا رهيب صراحة، عملوا اللعبة من الصفر بأسلوب لعب مختلف ورسوم وغرافيكس جدا جميلة. والشيء الحلو انه في ديمو موجود للعبة تقدروا تجربوه الآن بشكل مجاني على ستيم اللي عنده PC، فتقدر تلعبها وتحكم بنفسك. بس أظن هذه راح تكون من أقوى ألعاب الرعب اللي راح تنزل هذه السنة. في المرتبة الثالثة عنا أحد أقوى ألعاب القتال اللي راح تنزل هذه السنة، واللي هي لعبة تيكن 8. بالنسبة لي لعبة تيكن هي أفضل لعبة قتال، أفضل من ستريت فايتر، أفضل من مورتال كومبات. بالنسبة لي أشوفها جدا رهيب، وكنت مدمن على اللعبة على أيام البلاي ستيشن 1 2 وحتى الثري. الآن في 2024 راح نشوف الجزء الثامن من لعبة القتال الرهيبة هذه، والشيء الرهيب أنه هذه راح تكون
أول لعبة قتال يتم تطويرها على محرك ألعاب Unreal Engine 5 الجديد، واللي هو محرك ألعاب جديد تم إطلاقه من فترة قريبة، وهذه أول لعبة قتال رح يتم صناعتها على هذا المحرك، فرح نشوف أسلوب لعب ما شفناه في أي لعبة قتال ثاني. والشيء الرهيب إنه ما رح ننتظر كثير على بين ما تنزل هاللعبة. Tekken 8 رح تنزل على نهاية هذا الشهر تاريخ 28/1 على البلاي ستيشن 5، إكس بوكس سيريز إكس وعلى البي سي. في المرتبة الثانية عنا أكثر لعبة أنا متحمس لها شخصياً، واللي هي لعبة Call of Duty Black Ops Gulf War أو حرب الخليج. أدري ممكن حد ممكن يقول إنه خلاص كل سنة عنا جزء Call of Duty، ليش متحمس؟ لا غلطان، آخر مرة شفنا جزء Black Ops كان عام 2020 من 4 سنوات. لعبة Call of Duty مقسمة على عدة شركات وعدة أسماء، في Modern Warfare، في Vanguard، وفي عناوين ثانية كثير، بس معروف أنه أجزاء Black Ops دائما هي الأقوى أو على الأقل بالنسبة لي. فالآن بعد انقطاع دام 4 سنوات رح نشوف جزء جديد من السلسلة رح ينزل هذه السنة، إلى الآن ما بنعرف إيش اسمه، بس تسريبات جدا قوية تأكد أنه Black Ops Gulf War أو حرب الخليج. ومن الاسم أحداث اللعبة رح تكون في حقبة حرب الخليج اللي صارت بين العراق والكويت في التسعينات. اللعبة رح يكون فيها طور قصة شكله جدا قوي، طور مالتي بلاير متحمس أشوفه بعد انقطاع طويل، وأكثر شيء متحمس له طور الزومبيز في اللعبة. فلعبة بلاك أوبس جولف وور رح تكون من أقوى ألعاب الشوتر اللي رح تنزل هذه السنة، ما ندري متى رح تنزل بس المتوقع بشهر أكتوبر أو نوفمبر من هذه السنة. في المرتبة الأولى عنا لعبة ستار وورز أوتلو. أدري الآن عدد منكم رح يكتب في الكومنتات إنه يا رجال ستار وورز خلاص السلسلة ماتت، بطل لها شعبية نفس زمان. إيه أتفق معاكم من ناحية الأفلام ممكن، بس من ناحية الألعاب فألعاب ستار وورز الأخيرة جد قوية. نفس لعبة ستار وورز جيداي فولن أوردر وآخر جزء اللي هو ستار وورز جيداي سيرفايفر، الجزئين جدا رهيبين وتقييماتهم جدا عالية. فهذه السنة رح نشوف جزء جديد اللي هو ستار وورز أوتلوز، رح يكون نفس نظام اللعبتين، لعبة قصة كامبين ما هي ملتي بلاير أو أونلاين. من اسم اللعبة رح نعرف إنه رح نلعب بشخصيات خارجة عن القانون، مطاردين من الإمبراطورية. اللي شايف أفلام ستار وورز أظن رح تعرف أو رح تهتم بالقصة أكثر. شفنا جيم بلاي للعبة وشكلها مبشر صراحة، نفس ما شايفين الجرافيكس، نظام اللعب، القتال، السواقة بالفضاء بالسفن الفضائية، لعبة شكلها جدا ممتع. إلى الآن ما بنعرف متى رح تنزل اللعبة بالضبط، بس المؤكد إنها رح تنزل هذه السنة، وإن شاء الله تكون بنفس قوة آخر جزئين للعبة، مع أن اللعبة رح يتم تطويرها من استوديو مختلف بالكامل وحتى من ناشر مختلف، رح تكون من يوبيسوفت هذه المرة، بس من الأشياء اللي شفناها واضح إنها رح تكون بنفس قوة آخر جزئين. وبكذا يا شباب نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى يكون عجبكم، شاركونا في التعليقات إيش رأيكم عن القائمة اللي اخترناها، وإذا في لعبة ما ذكرناها أتمنى تشاركونا اسم اللعبة في التعليقات، واقترحوا علينا أفكار جديدة لفيديوهات نسويها في المستقبل. وبس كان معكم بشار كيال أو بشار كيكي من قناة جي كي تي في، ونشوفكم فيديوهات ثانية إن شاء الله.